السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أيها الطيبون الرائعون، مرحبا بكم في قناة أنا جيت. شكرا لكم بزاف، شكرا على المتابعة، شكرا لأي واحد تابعنا، شكرا بزاف بزاف بزاف. وما تنسوش ديروا جيم اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم، غادي نرجعوا للأرشيف ديال قناة أنا جيت، وغادي ناخذ لكم صور تذكارية على مراحل البناء ديال البرج. فالبرج كنا كناخذ لكم لقطات وتنحطهم في جوجل، وغادي كل مره بغينا ناخذ لكم لقطات ونحطهم في جوجل، وناخذ لكم لقطات ونحطهم في جوجل باش يبقاو للتاريخ. فقناه انا جيت كما كتعرفوا كتساير وكتتابع المشاريع الكبرى من الاول حتى الاخر، ومن بين المشاريع اللي تبعنا الكبيره برج محمد السادس من الاول حتى الاخر، وتبعنا لكم المحطه الطرقيه من الاول حتى الاخر، وواحد مجموعه ديال الانفاق هنا بمدينه الرباط. هنا متابعي الاوفياء ملي كيدوز شي واحد تيبان ليه هاد المسرح معلمه مثاليه، ولكن ملي كيدوز شي حريفي من هنايا الا وكيتذكر الاصدقاء ديالو، سواء مع الشركات اللي كانت هنايا متعدده والكبيره اللي كانت هنايا، سواء ديال الكهرباء، سواء ديال الماء، سواء ديال الجارديناج، سواء ديال التغليف. وتحيه ليكيب ديال جات اللي كانت هنايا واحد واحد فيهم، وتحيه ليكيب ديال الوكاله تهيئه ابي رقراء واحد واحد اللي كانوا هنايا حاضرين بقوه، فريق ديال ال بي دو زو حتى هو كان حاضر معنا هنايا، وجميع الفروق التقنيه والمهنيه والكفاءات المهنيه والمهندسين، ليكيب ديال البيطون، ليكيب الحداده، كل شيء كانوا هنايا. واي فريق داز من هنايا فهو كيتذكر هاد الصور الجميلة الرائعة اللي غتبقى شاهدة. فقناة أنا جيت كتعتبر من بين القنوات الأولى في المغرب اللي مشات في هاد ديال البنية التحتية وتوثيقها، والحمد لله جاو واحد المجموعة ديال الأصدقاء من بعد، وما كرهناش يكون كل واحد في المدينه المغرب كامله، وهذا هو الهدف ان شاء الله الرحمن الرحيم. كانت نقلوا من المدينه للمدينه باش الناس ديال المدينه الاخرى يتانسبيرو منا، ويكون عندهم حتى هما واحد الرؤيه عامه. نخليكم مع هذه اللقطات الجميله الرائعه من التاريخ، واللي غيشهد عليها بناء المسرح الكبير. ما تنساوش ديروا جيم، بارك الله فيكم، شكرا لكم بزاف. ما كان غير الله، الوطن، الملك، ونمشي.